أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نتناول فيها المخاطر المحتملة من عودة تفشي الكوليرا في عدد من المحافظات. قال مدير مكتب الصحة في محافظة تعز الدكتور عبد الرحيم السامعي أنه سيتم خلال الأيام المقبلة افتتاح 31 مركزا لمعالجة الإسهالات المائية الحادة والكوليرا في تعز بدعم من منظمة رعاية الأطفال الدولية، إضافة إلى تجهيز مركز جديد في المستشفى الجمهوري. وأضاف أن عدد حالات الإصابة والوفيات في تزايد مستمر، حيث بلغت الوفيات حتى الأحد الماضي 28 حالة وفاة، بينما وصل عدد الإصابات إلى 6200 وحالتي إصابة، المؤكد منها حسب الفحص الزراعي 391 حالة. على نفس الصعيد تتسع دائرة الوباء في المحافظات ذات الكثافة السكانية كصنعاء وتعز والحديدة وإب، ويقف القطاع الصحي عاجز إزاء الجائحة. في هذه الحلقة نناقش مخاطر انتشار الوباء وأهمية التصدي له. موجة ثالثة من الكوليرا تجتاح اليمن من جديد، عودة أكثر ضراوة من سابقتيها. تشير الإحصاءات الأولية غير رسمية إلى أن الكوليرا أصابت منذ مطلع يناير الماضي 140 ألف شخص، منهم 291 حالة وفاة، واحتمال الزيادة مفتوح مع الانتشار المستمر للوباء الفتاك. أمانة العاصمة تصدرت حجم المعاناة بعدد المصابين الذين زادوا عن 1600، تليها الحديدة بنحو 1500، ثم محافظة إب، ثم صنعاء فعمران وذمار وتعز، والجائحة في اتساع. يحدث ذلك في ظل انهيار ملحوظ للقطاع الصحي الذي يبدو عاجزا عن احتواء الوباء واستيعاب آثاره. ومن حين لآخر تصدر مستشفيات كبرى في مدن مركزية كصنعاء والحديدة وتعز نداءات استغاثة لنجدة الضحايا الذين لم يعد في المقدور تغطية حاجتهم من العلاج. كان اليمن قد شهد موجتين للكوليرا انتشرت في 10 محافظات تقريبا، وطالت أكثر من 1,200,000 مصاب، توفي منهم قرابة 2,200 حالة. الموجة الأولى دامت بين أواخر سبتمبر 2016 إلى فبراير 2017، والثانية جرت بين إبريل 2017 إلى نوفمبر من ذات العام. وبحسب الأمم المتحدة فإن إجمالي عدد الإصابات والحالات المشتبه بإصابتها بالكوليرا خلال العام الماضي بلغ 295 ألف حالة، توفي منها 400 حالة، ثلثها لأطفال دون الخامسة. من العاصمة المؤقتة عدن ينضم إلينا وكيل وزارة الصحة العامة لقطاع الرعاية الصحية الدكتور علي الوليدي. أهلا بك دكتور علي. أهلا وسهلا دكتور علي. إذن موجة جديدة للكوليرا، ما هي خططكم لمواجهة عودة انتشار الكوليرا مرة أخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكر الأخوان في قناة فيس والأخوان القائمين على القناة لتغطيتهم لهذا الحدث في هذا الوضع الاستثنائي وظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد، وخصوصا القطاع الصحي بدرجة خاصة. جائحة الكوليرا بدأت الموجة الأولى في نهاية سبتمبر 2016، واستطعنا خلال تلك الفترة أن نحصر الوباء ونتخلص منه في الغرفة الوجيزة لمدة 3 إلى 4 أشهر تقريبا، بإصابة حالة اشتباه 22,000 في يومها. من ثم أتت الموجة الثانية في أبريل 2017، وقامت وزارة الصحة العامة والسكان بشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي والهيئة العليا للإغاثة الكويتية وشركاء من المنظمات المتحدة، اليونسيف، منظمة الصحة العالمية، الهيئة الدولية وغيرهم. استطعنا في تلك الفترة أيضا أن نفتح مراكز لاستقبال الحالات في عدد من محافظات الجمهورية، في كذلك فتحنا غرفة عملية مركزية بالعاصمة عدن وغرف فرعية في المحافظات، وقمنا بتدريب فرق الاستجابة السريعة وتم الأجهزة المشبوهة الطبية لعموم محافظات الجمهورية، حيث قمنا بإرسال ما يزيد عن 55% من الأجهزة والمخدمات الطبية من العاصمة عدن للمناطق التي تخضع لميليشيا الانقلاب عبر مكتب منظمة الصحة العالمية في بلادنا، واستمرت الجهود في تلك الفترة إلى أن استطعنا أن نحد من انتشار الوباء. لكن مع بداية العام من يناير 2016 حتى اليوم بدأت الموجة تأخذ منحنى آخر،
خصوصا في المناطق التي تخضع لميليشيا الانقلاب. في السابق هم منعوا اللقاحات في تلك المناطق، نحن قمنا بعمل لقاح في العاصمة عدن لخمس مديريات من مديرية العاصمة عدن، بالتالي اللقاح على مرحلتين كان له إثر إيجابي. اليوم لاحظ أنه الحالات التي وصلت للمستشفى الصداقة لم يكن منها أي حالة أخذت اللقاح أو المناطق التي أخذت اللقاح، لكن في المنطقة الخضراء بشكل الانقلاب منعوا اللقاحات في تلك الفترة، ونحن شدينا على منظمة الصحة العالمية ونشوف أن يكون لهم دور كبير جدا في إقناع ميليشيا الانقلاب في قبول اللقاحات، لكن يومها رفضوا قبول اللقاحات وتم اللقاح في العاصمة عدن، ومن ثم بعدها بفترة بستة أشهر أخذوا مديريتين في الحديدة ومديريتين في إب. الموجة الأخيرة الآن تركزت في المناطق التي تخضع لميليشيا الانقلاب. هناك أسباب كثيرة، منها ما يتعلق بالمياه والصرف الصحي في تلك المناطق، أيضا للأسف الشديد الذي قائمين على الوزارة في قمعاء ليس لهم علاقة بالمؤسسة الصحية، أتلبهم من مناطق أخرى، من مناطق ميليشياوية، من جهات ميليشياوية، من جهات فئوية، من جهات أسرية، ليس من هو قريب من فلان الفلاني من الصبور. يعني كل شهر، أنا اليوم كنت مع عدد من شركائنا من منظمات المتحدة، قالوا لي إنه هناك للأسف الشديد مش قادرين نتعامل مع من، كل شهر يجيبوا لنا وكيل، كل شهر يجيبوا مدير عام، فصارت المسألة هناك فوضوية، وبالتالي أثر سلبا على القطاع الصحي. الإشكالية الأخرى التي واجهتنا وما زالت تواجهنا. طيب قبل أن نتحدث عن التحديات، أنت لم تشر دكتور علي ربما بشيء من التفصيل للخطط الحالية لكم لمواجهة هذه الموجة الأخيرة من عودة انتشار الكوليرا. نحن بدأنا بوزارة الصحة العامة والسكان ومع شركائنا الدوليين، شركائنا منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والهجرة الدولية وغيرهم، وحضور الأخوان من مركز الملك سلمان. كان لنا يوم الخميس الماضي، يوم الأحد بالأصح، اجتماع في مكتبنا بالعاصمة عدن مع شركائنا، ووضعنا بعض الخطط مع عدد من المحافظات. اليوم أيضا كان لنا لقاء كبير مع شركاء الصحة بالإضافة إلى شركاء الوش المياه مع وزارة الصحة العامة والسكان، كان اجتماع موسع وطرحنا كثير من الخطط والتحديات، لكن الإشكالية موجودة في المناطق الخضراء بليش الانقلاب. أما المناطق اللي تحت السلطة الشرعية الوضع فيها مرتب، ما فيش أي إشكالية كبيرة، لكن لا يزال الوضع مقلق. عندنا إشكالية في محافظة تعز وفي محافظة الضالع، أما المحافظات الأخرى فيها الوضع جيد ولله الحمد. سجلت بعض الحالات في عدن في مناطق دار سعد الشرقية والغربية وجزء وعدد من النازحين الذي وصلوا إلى العاصمة عدن، لكن الأمور جيدة. فتحنا مركز في الصداقة وزودنا المركز بالأدوية والمستلزمات الطبية، وإن شاء الله سنعيد فتح تفعيل مراكز في المعلة مركز وفي صلاح الدين مركز وكذلك في البساتين مركز. الوضع جيد إن شاء الله. الإشكالية التي تواجهنا هي في المناطق التي تخضع لميليشيا الانقلاب. إذا كان مسجل في إمارة العاصمة اليوم أمس 29 ألف حالة، سجلت حالة اشتباه، وفي إب وفي الحديدة، في إب ما يزيد عن 20 ألف حالة، وفي الحديدة كذلك سجلت في الحديدة تقريبا 19200 حالة، سجلت أيضا في دمار. هذه المناطق التي فيها الإشكالية اللي تواجهنا، بينما المناطق الكثرة اللي الصبة الشرعية كانت تكون الحالة فيها ما تتجاوز، مثلا عندنا سجل في محافظة أبيان سجل 17 حالة، سجل في حضرموت المقلة حالتين، في المهر حالة واحدة، هو أطلبهم بالنازحين. لكن الإشكالية هي في المناطق اللي تخضع لميليشيا الانقلاب. إلى يوم أمس كان عدد الحالات 162 ألف حالة و465. عن مسؤولياتكم في هذه المناطق وما الذي يمكن أن تقدموا؟ سأعد لأسألك دكتور علي، لكن أرحب بضيفنا من تعز. طيب أرحب بضيفنا من تعز، سأعد لك دكتور علي. طيب سأعد لك دكتور علي، أرحب بضيفي من تعز تيسير السامع، صحفي ناشط في المجال الصحي. أهلا بك أستاذ تيسير. أهلا وسهلا أخي سامي، وتحية طيبة لك، وشكرا لقناة بلقيس على هذه الصورة وعلى اهتمامها أيضا بالوضع الصحي في مدينة تعز وعموم اليمن. شكرا جزيلا لك أستاذ تيسير. بداية، ما حجم الحملات التوعوية التي تقوم بها اليوم لمواجهة خطر انتشار الكوليرا مرة أخرى؟ طبعا نحن في مدينة تعز ربما الوضع عندنا ليس
يعني لا يختلف عن بقية المحافظات. نحن في مدينة سعيد بحسب آخر الإحصائيات أنه وصلت عدد الحالات الآن إلى 6922 حالة اشتباه، منها 413 حالة مؤكدة بالفحص الزراعي. لدينا حتى الآن 29 حالة وفاة حتى الآن، طبعا منذ بداية العام 2019 حتى اليوم. طبعا شهر مارس كان هو الأكثر الشهر إصابة، الإصابة في بؤر ارتفعت بشكل كبير جدا، الأعداد تتزايد بشكل كبير جدا، وهذا يدل على أنه هناك ربما قد تكون موجة أشد من الموجة السابقة التي حدثت في الأعوام الماضية. لكن مع ذلك نحن في مكتب الصحة والسكان ومدينة سعيد وأيضا المنظمات الداعمة يقوم بجهود طيبة في سبيل الوقاية من المرض وسبيل السيطرة على المرض. الأمور إن شاء الله تبشر بخير، وإن شاء الله تعالى سيكون القادم أفضل. نحن نركز على جانب التوعية، لأن التوعية يعتبر جانب مهم جدا، كون مرض الكوليرا هو كما يقال هو مرض أكثر شيء سببه هو عدم الاهتمام بالنظافة وأيضا تلوث المياه، فنحن نركز على هذا الجانب. ولنا أيضا هناك حملات الآن بدأت تنطلق وجهود بدأت سيقوم بها مكتب الصحة والسكان إلى إضافة إلى شركاء التنمية الصحية بالمحافظة. نعم. طيب أعود للدكتور علي. دكتور علي، تحدثت بلغة الأرقام عن عدد المصابين ربما والحالات سواء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية والمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا. حصولكم على هذه الأرقام من مناطق سيطرة الميليشيا هل يدل على وجود تنسيق وتواصل مع الجهات الصحية هناك؟ وأيضا ما الذي يمكن أن تقدموه أنتم في الحكومة الشرعية وفي وزارة الصحة ضمن مسؤوليتكم في تلك المناطق التي هي اليوم ربما توجد عدد الإصابات الأكثر بالكوليرا؟ فيما يتعلق بالبيانات، نحن عندنا نظام إلكتروني اسمه نظام إديوز لكل محافظات الجمهورية. نحن وصلنا المعلومات كل نهاية كل يوم الساعة 8 مساء وصلنا المعلومات في محافظات الجمهورية. لدينا هذا النظام، نحن مسؤوليتنا كل منطقة في اليمن، أي مواطن يمني يهمنا، مواطن في دمار، مواطن في حجة، مواطن في مهرة، مواطن في عمران، مواطن في صنعاء، كل مواطن يمني، كل بقعة يمنية، كل أي منطقة في الجمهورية اليمنية نحن مسؤوليتنا. لكن في إشكالية للوصول لهذه المناطق ووصولها للأدوية والمخدمات الطبية بسبب عدة الميليشيات، وبالتالي نحن نوصلها عبر منظمة الصحة العالمية. هو عندنا مخزون كافي من الأدوية والمخدمات الطبية من المحاليل الوريدية لنوصلها تلك المناطق. وصلنا في السابق لعموم محافظات الجمهورية، لعموم المناطق في محافظات الجمهورية، نوصل إلى دمار، إلى الحديدة، إلى صعدة، وصلنا مستشفى السلام إلى صعدة من عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وصلنا كل مناطق الجمهورية اليمنية. أريد أن أوضح للمستمع الكريم، وزارة الصحة العامة والسكان هي الحلقة الأخيرة في هذا المشهد كله. يعني لابد أن يكون وزارة المياه والبيئة تقوم بدورهم، وزارة الأشغال العامة تقوم بدورها، وزارة الإعلام، وزارة التربية والتعليم، وزارة الأوقاف، الجميع يساعد وزارة الصحة العامة والسكان. يعني مثلا المياه الصرف الصحي في الشارع، يجي المواطن يقول وين وزارة الصحة العامة والسكان؟ وزارة الصحة العامة والسكان مهمتها الأساسية أن توفر الأدوية والمستلزمات الطبية، أن تقوم بالتوعية الصحية، أن تفتح مراكز لهذه لاستقبال الحالات، أن تدرب الأطباء والممرضين على التعامل مع حالة الإسهال المائي الحادة والكوليرا، وأن تقوم بإرسال فرق الاستجابة السريعة وفرق الطرس الوبائي لترقب الحالات، ومن ثم أيضا في المختبرات المركزية وغيرها. وهذه كلها متوفرة وقائمة، وكوادر وزارة الصحة العامة والسكان بيشتغلوا ليل ويوم، كل الكوادر في كل المناطق في كل المناطق. لكن لابد أن يكون هناك تكاتف، أن يقوم كل قطاع، كل مؤسسة أن تقوم بدورها مع وزارة الصحة العامة والسكان، السلطات المحلية في المحافظات، وزارة الإعلام، الجميع يقوم بدور في هذا. ليس كل العبء على وزارة الصحة العامة والسكان في هذا الاتجاه. فأتمنى من خلالكم، من خلال قناتكم، أن الجميع يقوم بدوره في مساعدة وزارة الصحة العامة والسكان. الإشكالية التي تواجهنا في صنعاء فيما يتعلق بوزارة الصحة العامة والسكان، القائمين على القطاع الصحي ليس لهم علاقة بالمؤسسة الصحية، يمنعوا اللقاحات، يمنعوا الحملات، يمنعوا التوعية الصحية، يمنعوا كل شيء. هم يوزعوا الموت في كل شارع، وبالتالي لا أحد يعمل منهم أن يهب الحياة لأي مواطن. هؤلاء ميليشيا عدوانية على كل المستويات، ليس فقط على مستوى القطاع الصحي، عدوانية في كل شيء.
طيب سأعود لك دكتور علي، أعود للأستاذ تيسير. أستاذ تيسير، ما حجم التحديات اليوم التي تواجهكم أثناء عملكم في الميدان، سواء من خلال التوعية أو متابعة انتشار الوباء؟ طبعا التحديات كبيرة، يعني نحن الآن نعمل في الحد الأدنى، يعني الآن الوضع الصحي طبعا أنت تعرف أنه بسبب الحرب أدى إلى انهيار كثير من المؤسسات الصحية. طبعا هو الجهود تبذل، ونحن من هنا هذا المقام اشكر وزاره الصحه والسكان ممثله بالدكتور علي الوليدي على ايضا جهودهم الذي يقوموا بها ودعمهم الدائم لمحافظه تعز. يعني الدكتور علي من اكثر الناس الداعمين لمحافظه تعز. نحن ايضا اؤكد انه تحديات كبيره، لكن الان اليوم في هذا تم عقد لقاء تنسيقي مع جميع المنظمات، منظمه الشركاء، منظمه العامله في القطاع الصحي، من اجل وضع خطط دراسات من اجل مواجهه الوباء. هناك حاله استنفار الان تحدث داخل المحافظه بالذات هنا في ضواء الصعيد. مكتب الصحه والسكان لديه غرفه عمليات، غرفه عمليات هذه تعمل على مدار الساعه تستقبل يعني البلاغات حق الاصابات من كل مديريات المحافظه اولا باول. هناك الان 30 من خلال الافتتاح 31 مركز إرواء لمعالجة الإسالة المائية وحموض الضنك، إضافة إلى أن لدينا أيضا 3 مراكز أيضا متخصصة في علاج الإسالة المائية وحموض الضنك. لدينا أيضا مركز متخصص في مستشفى الجمهوري التعليمي يستقبل في اليوم 100 الحالات ويقوم بجهود طيبة. أنا أقول أنه الكارثة كبيرة، وايضا الجهود هي ربما لا تكون يعني لا يعني مواكبه لمستوى الكارثه، لكن اقول ان هناك جهود تبذل، وان شاء الله انا اقول ان احنا ان شاء الله في محافظه تعز سنتمكن ان شاء الله من السيطره على الوباء، وان شاء الله سنلاحظ خلال شهر 4 باذن شهر 2 ان الحالات ان شاء الله ستتناقص بشكل كبير. الان هناك لا نقوم احنا في جانب التوعيه، هناك لدينا متطوعات تم تدريبها من خلال ايضا السنوات الماضيه، وايضا الان متطوعات في صحه المجتمع سنقوم بتدريبهم. هذا سيكون لها الدور الكبير في مجال قضيه التوعيه وايصال الرسائل الصحيه الصحيحه من اجل الوقايه من الوباء. اشكرك إن شاء الله جزيلا. ان شاء الله تعالى أشكرك جزيلا أستاذ تيسير السامعي، صحفي ناشط في المجال الصحي، كنت معنا من تعز. وأختم مع الدكتور علي في مداخلتي بسؤال أخير حول تأثير ازدواج العمل اليوم لمكاتب الصحة سواء في المناطق الحكومية أو المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا على تحرك الوزارة وكوادرها. معلش أعيد السؤال مرة أخرى. تأثير ازدواج اليوم العمل في مكاتب الصحة سواء في المناطق الحكومية أو المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا. كيف تأثير ازدواج؟ كوادر وزارة الصحة العامة والسكان يقوموا بدورهم على أكمل. أنت ربما أشرت سابقا دكتور علي أنه اليوم ربما المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا، مكاتب الصحة، وزارة الصحة، هناك كوادر غير مؤهلة تقوم على ذلك، وربما حصرت المشكلة وانتشار الوباء بسبب هذه الكوادر. هو ليس سبب رئيسي، انا اقول انه هؤلاء الذي قائمين على المؤسسه الصحيه في صنعاء لا يعوب بكل المخاطر، بالتالي ليس فقط على مستوى الكوليرا لكن على كل المستويات، على الدفتيريا، على الحصبه، يمنعوا حمله اللقاحات، يمنعوا كثير من 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 الانشطه الثقافيه في تلك المناطق، لانهم ليس لهم علاقه بالمؤسسه الصحيه ولا يعوب بمخاطر منعهم. في السابق في 2016 منعوا طائرتين للامم المتحده تحمل لقاحات المكورات، منعوها من مطار صنعاء وعادوها الى جيبوتي، تكلفه الطائرتين 600,000 دولار، منعوها وعادوها الى جيبوتي. الان رفضوا حمله لقاح التيتانوس وحمله لقاح الدفتيريا في المناطق التي تخضع لسلطتهم، واللقاحات تنتهي في المخازن، بالتالي هذا كله اثر سلبا على اداء القطاع الصحي في تلك المناطق. والمشكله الصحيه اذا حصلت مشكله صحيه في صنعاء ستؤثر على عدن، ستؤثر على المهره، ستؤثر على سقطرى، بحيث ان المواطنين كل يوم مسافرين طالعين في هذه في من صنعاء الى عدن الى تعز الى اف الى حضرموت الى والى اخره. كل هذه التحديات نحن متخوفين من 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 كل المخاطر بسبب ما تقوم به ميليشيا الانقلاب في تلك المناطق، مثلا على مستوى حمله اللقاحات، على مستوى حمله الشلل والحصبه وغيرها، يمنعوها في صنعاء، منعوا دخول في صعده، منعوا دخول فرق التحصين في تلك المناطق. ونحن متخوفين من عوده شلل الاطفال، لانه بلادنا خاليه من شلل الاطفال من عام 2006،
ونحن محافظين على ذلك، لكن اذا ظهرت حاله في منطقه من هذه المناطق فبكل تاكيد ستؤثر على بقيه المناطق. هذا نحن ابلغنا شركائنا منظمه الصحه العالميه واليونيسف ان يقوموا بدورهم بالضغط على 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 هذه الميليشيا التي تسيطر على المؤسسه الصحيه في مناطق صلبه الانقلاب. تم نفي جميع كوادر وزاره الصحه العامه والسكان الذين هم متدربين والذين هم من ابناء المؤسسه الصحيه، واتوا ب عناصر اخرى ليس لها علاقه بالمؤسسه الصحيه، فقط انه يقرب لفلان او انه علاقته بمسين او صاد من الناس الذين مسيطرين على على السلطه في 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 تلك المناطق، وهذا كله يؤثر سلبا على بقيه المناطق، لا ينحصر على منطقه معينه. شكرا لك دكتور علي الوليدي وكيل وزاره الصحه لقطاع الرعايه الصحيه، شكرا جزيلا لك. وينضم الينا من تعز دكتور ياسين عبد الملك رئيس غرفه العمليات ومدير الترصد الوبائي في المحافظه، اهلا بك دكتور ياسين. اهلا وسهلا اخي العزيز. دكتور في البدايه لو تحدثنا عن حجم انتشار الكوليرا. بالبدايه نشكرك اخي العزيز على تسليط الضوء على موضوع في غايه الاهميه، ونشكر الاخوه القائمين في قناه بلقيس، ونشكر الاخوه المستمعين والمشاهدين. شكرا. في البدايه نحن نوضح لك أخي وللإخوة المشاهدين أن محافظة تعز تمر بوضع وبائي خطير، وهو الإسهالات المائية الحادة الذي توسع انتشاره هذا العام إلى القرى والعزل والريف والحضر وفي نوع سابق لأوانها، حيث من المعتاد في السنوات السابقة أن نسجل الحالات من بداية أو منتصف إبريل، لكن هذه السنة سجلنا مبكرا منتصف شهر فبراير، زادت عدد الحالات وبالأخص في شهر مارس كانت نسبة الزيادة طبعا مرتفعة خلال، حيث سجلنا إلى تاريخ يومنا هذا أكثر من 7000 حالة اشتباه كوليرا، وسجلنا وفيات لعدد 29 حالة موزعة في مديريات المحافظة. وأريد أن أوضح لك أخي العزيز والأخوة المشاهدين والمستمعين أننا في مكتب الصحة نتابع الوباء منذ البداية، وقد عملنا تدخلات لخفض وتقليل عدد الحالات. نحن طبعا لدينا 23 مديرية، في كل مديرية لدينا فريق استجابة طارئة، وهذا الفريق له مهمتين أساسيتين، مهمة وقائية ومهمة علاجية، لكن في بعض المديريات هذه الفرق لا تستجيب ولا تتبع مكتب إدارة مكتب الصحة في المناطق الغير محررة. طيب طبعا اخي العزيز هذا الوقت طبعا تم تفعيل في الاسبوع هذا تم تفعيل اكثر من 31 زاويه اغواء وتحديد 5 عربات لنقل الحالات من القرى الى مراكز معالجه الاسهالات المائيه الحاده في مدينه سعيد. لدينا 3 مراكز لمعالجه الاسهالات المائيه الحاده في الجمهوري وفي مستشفى خليفه وفي مستشفى المترا. طيب دكتور ياسين، ما مستوى الدعم الذي تلقيتموه اليوم لمواجهه الوباء؟ والله الدعم لو قلت لك ما يفيد الغرض ولو حاجة بسيطة، لما طبعا الدعم بسيط جدا الذي نتلقاه من المنظمات والشركاء المحليين في اليمن. طبعا من وزارة الصحة تم تلقينا بعض الأدوية لمواجهة هذا الوباء، لكن هذا الدعم لا يفيد الغرض كون الحالات بكثرة، انتشرت الحالات بشكل غير طبيعي في القرى وفي العزل في المدينة، يعني بشكل مخيف جدا لهذا العام. شكرا جزيلا لك دكتور ياسين عبد الملك رئيس غرفة العمليات ومدير الترصد الوبائي في تعز، وأيضا الشكر موصول لضيوفنا في هذه الحلقة من زوايا الحدث. في الختام لكم تحية طاقم البرنامج ومنتج حلقة اليوم وديع عطا، في أمان الله.